السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان ديالنا حنايا كنتواجدوا الآن في ساحة الجامعة العربية. الإخوان ديالنا متواجدين هنايا كيسنكرو كينددوا هاد الزيادة المحروقات اللي زادت، ولكن هذه ماشي نقطة يعني أساسية بالنسبة للسائق المهني. السائق المهني النقطة الأساسية ديالو هو الحقوق ديالو. السائق المهني خصو قانون منظم للقطاع. السائق المهني كيعاني من الطرد تاع السوفي. سائق مهني ما عندوش تأمين على حوادث السير. سائق مهني عنده مراسلات تحطوا في الولاية خصنا الأجوبة عليهم. سائق مهني عنده محضات اتفاق خصنا وزارة الداخلية مع النقابات خصنا يتفعل خصنا يتنزل. هذا هو المطالب ديال السائق المهني. أما التراكمات هي اللي كتجعل على هذا الاحتقان وقع دابا وهذا الضغط اللي وقع دابا. أما هذا الإضراب نقطة التي أفضت الكأس. هذا تراكمات سنين وسنين الإخوان. هنا السائقين راهم مستائين وطلع عرفتي علين يطرطقوا الضغط كيولد انفجار. الداخلية تنوض صاحبي تنظم هذا القطاع تنوض تعمل له قانون منظم. جوج سطوره في القانون ما قدرتش تخرجهم. كانت كتكذب عليهم حكومة مورا حكومة مورا حكومة غير كذوب. كذبتوا علينا وعيتوا ما تكذبوا علينا. كل حكومة كنقولوا هذه حكومة غادي تنسينا في اللي سبقات كتجي كتزيد تكمل علينا. والدعوة بكم لله الله يخوض فيكم الحق. السبب الوجود ديالنا ديال الاضراب هو ماشي رغبه او باغي نلحق نحقو مكسب. هي وزاره الداخليه هي اللي ضغطت علينا. وزاره الداخليه اللي ما كتحسبناش حنايا مواطنين. هاد الناس هادو ما عندهمش ولو ادنى وثيقه واحده رسميه. هادو مساكن كيخدموا بحال اللي كتقول ديك اللي كيجر الكروسه بحال اللي كيبيع كالينتي يعني الله يحسن العون والسلام. اما لا تكلمنا على زياده المازوت كتسمى حنا منافقين. علاش السلطه كتقول لك هي تقدر تجلس معك تزيدك الزياده ولكن ما غتعطيها لك شي فلوس غتعطيها لك رقميه اسم مشي عاود جيبها من عند المواطن. ذاك المواطن هو انا. هذه كارثه العظمى بان لا الممثلين ديال البرلمان ولا ديال الحكومه ما هماش مغاربه. كانوا مغاربه يحسوا بهاد الناس هادو ما نوصلوش لهاد الظرف هذا. دابا اي واحد في العالم كيخدم عمل الاضراب الا نجح كيتخلص. انا عملت الاضراب دابا واخا 3 شهور اش غنجح؟ واحد فيكم يتكلم يقول لي انا نجحت. واش انا مقتنع بان غدا غيطيح من المازوت؟ ابدا. واش انا غادي يعطيني تعويض ديال النهار ديالي؟ ابدا. نفس اللعبه اللي عملوا نفس التغطيه الصحيه. ها انتينا غدا بعدو بداو من 2013 شوفوا شمن 2022 بقى كاين حنا كيزولوا لنا ديك 2 بليون باش يخلصوا صندوق التقاعد اللي هو تهرس. هذه هي الحقيقه. المطالب غير نكونوا ناس انسان حقه ساكن واكل شرب ما كايناش ما عندنا حتى حاجه. حنا نعم كنطلبوها تحسبنا مغاربه. داك البطاقه اللي وطنيه واش حنا مغاربه بصح؟ عندنا حق في السكن، عندنا حق في الماكله، وليداتنا يقراو، هادشي ما كاينش ما غيتحققش. صافي هادشي اللي كاين. دابا حنا كيقولوا لنا مشي سرق المواطن وعطينا مول الباترون باش تبقى خدام. علاش 62000 سائق و 4000 طونوبير ماشي مكموله؟ كاين 400 ولا 600 طونوبير دوبليه كتخلص منها غير السلطه. ما عندها لا وثيقه ولا جوج كيخدم معك صحه. اذا حنا علاش باش محسوبين حنا؟ ندبزوا مع الخطاف، حنا يا خطاف اكثر منهم. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه كارثة عظمى. إذا كنشكركم أخي. إيوا احكي لي.
داخل تكون ثلاثة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.